اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، ما زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. وذي المتتبعين ويعزان، السلام عليكم، هلا وسهلا بالحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا ناشطين ان شاء الله وفرحانين وصايمين في صحه جيده، الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون، الصحه والسلامه والرزق. اليوم نديروا شهيوه اخرى، ثالث في ايام رمضان، يا ربي ان شاء الله ندوزوا بالصحه والسلامه وترزق كل واحد داكشي اللي كيتمنى. خليكم معايا ما نطغوش عليكم في المقدمه احبابي. هنا احبابي جبت واحد الحوته، ما صغيره ما كبيره، المهم الوزن نص كيلو، كتبان صغيره حيت الكاميرا بعيده مني. نوريكم واحد، المهم كي غتنقيو الحوت غادي ترحموني عليه، جبته من الثلاجه درته يرطب، المهم في الماء في البانيو صافي خليته حتى رطب، دابا داك الثلج ورطبات داك القشره، المهم دخلته هكا في بلاستيكه كيجي ساهل، داك القشره ما كطير لكم لا في الحيط ولا في شي حاجه، ما ديروهاش في لابابو حيت هي كتغلق الصفايه ديال لابابو، هكا ساهله ساهله ساهله، اكيد جربوها وردوا عليا الخبر. الصراحه انا ما كنقيش الحوت دائما الا ملي كنشريه انا هنا قدام الباب، ملي كيجيبوا رجلي من السوق كنقي تما وكيجيبوا ليا صافي. درتو هنا رديتو في الماء، غادي نقيه مزيان، حيد داكشي اللي كيبقى هكا في الجنب، ولكن ما فيه دابا لا قشره لا والو، غير كنحيد وصافي. انتما يلا خليكم معايا نقيها مزيان ونرجعوا. وهنا احبابي جبت المهم واحد الحوطه هكا من الثلاجه كبيره، المويه ماشي كبيره، غادي نشرملها. الاول غادي نشارك معكم، ندير واحد المرصو ديال الحامض نخرج بوحدو. هنا غنديروا الملح هذا، خليه من بعد ونمعكوه هكا ويدير، ندير الملح كما كتعرفوا العطريه كل واحد وشنو كيدير فيها. هنا غندير ندير 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 زريعه القزبر، ضحكتني واحد المتتبعه، زريعه القزبر قالت لي زعما كثرت العطريه طونسيو غادي يوصل 24. لا حبيبه ديالي والله غير 24، الا ولفتي الصراحه العطريه راه كتكون زوينه. ندير معلقه كامله هكا الصغيره ديال الخرقوم، وندير وحده كامله ديال التحميره باش تعتيلون، وندير الكمون هادشي اللي كيجي مع الحوت. المهم واحد معلقه صغيره حتى هي ديال الكمون، وندير واحد شويه ديال، ولكن ما نديرش هذه الفلفله اللي كنشريها هكاك صغيره وكنهرمشها هكا نديها نرجع عند العطار، كتكون زوينه هذه، ولكن غندير شويه ديال الهريسه وشويه ندير واحد شويه سكينجبير. صافي هادشي اللي غندير، ونرجع هكا باش يبقى ليا اتساع. وهنا احبابي العزاز غندير الربيع اللي ديجا شاركته معكم، الصراحه والله الا راحه راحه ما نكذبش عليكم، تبقاي واحد المده ما تبقايش تجبدي ريحه الثومه وداك الشيء. الربيع القزبر المعقنوس فيه زيت الزيتون والثومه، طحنتهم مجموعين، دير غير شويه بركه، صافي بركه، صافي كلشي كاين. نشوف شنو بقى، نردها للثلاجه. هنا غندير واحد شويه ديال الهريسه حيت الدراري كاين اللي كتعجبو كاين لا، ولكن انا كتعجبني الصراحه الهريسه وكتعجبني البنه ديالها. و
وندير واحد المعلقه عاود صغيره هكا ديال الموطارد عامره، هنا نعصر واحد حامضه ندير هكا في يدي باش داك الزريعه ولا داك العظم ما يدير. شوفوا في الصباح البنات تشوفوا يدي هنا مشرط، لقيت داك الورد اللي عندي في السطح طاح، جيت نردو هو يجرحني يدي. في الصباح كانت عاد كطيح الشتا، لقيت السطح عامر بالتراب. صافي عصرتها هنايا مزيان، وداك القشره اكيد ما نرميوهاش غنحتاجوها من بعد. هانتوما داك العظم، هنا غنجيب واحد الفرشيط نمعكو داك نص ديال الحامض هكا مزيان مزيان على الله يبان ليكم. ما درناش الزيت، شتوني ما درتش الزيت في الاول، مهم نمعكم مزيان. صافي بحال هكا الحوته ديالي راه نقيتها مزيان وحيدت ليها داك الشوك اللي كيكون عندها هكا هنا في الجناب. الصراحه ما قديتش، ماشي ما قديتش، لو كان كبيره شويه غادي نحلها ونعمرها. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان. وذي المتتبعين ويعزان. المهم بغيت ندير الحوت مشوي مع الخضر مشوي في الفران، بغينا شي حاجه تكون صحيه. كيما شفتوا الحوت راه درت له المهم الشرموله ديالو، سمحوا لي صافي حيت كنصور بسيلفي ما عندي كي ندير. هنا درت بطاطا قطعتها بها على هذا الشكل، على شكل فريتا بحال هكا. عندي خيزو قطعته بحال هكا، اللوبيا شعره ولا اللوبيا خضراء حتى هي بحال هكا. عندي هنا شي فلور قطعته هكا حتى هو صغير. هذا الدنجال قطعته هكا مكعبات، كانت وحده صغيره ودرت لها بحال هكا. وهذه الكورجيت ولا القرعه الخضراء. زعما بغيت نزيد لكم في الضو، نسيت ما شعلت الضو كامل. وهنا درت الزيت، درت فيها واحد شويه التحميره شويه الكمون، زريعه القزبر والخرقوم. ممكن تخلطوا ولا ديروا المهم زيت الزيتون بوحديتها ولا الزيت الاخر زيت المائده. وهنا عندنا الحوته ديالنا بلاتي. وهنا البنات كما شفتوا في الاول المشاهدين ديالي كما شفتوا المهم درت لها الشرموله بلا الزيت حباش داك الحامض وداك الشيء يدخل فيها مزيان. صافي دابا درت لها واحد شويه الزيت من داك الخليط اللي درت، نردها في هذا المول حباش فيه غادي نخلط كل شيء حباش حتى حاجه ما تضيع. انتم دهنتها بالزيت من داخل ومن برا. صافي حيدتها درتها في داك التبصير ديتها، وداك الشرموله اللي كانت ديال الحوت نديرها في داك الخليط نخلطها مزيان. صافي دابا نبدا ندير حاجه حاجه. صبرت سبقت خيزو حباش هو كيتعطل شويه في الطياب، كل حاجه نديرها واحد شويه حباش المهم يتخلط كل شيء، ماشي طنحط في الطاوه ونبدا ندير واحد واحد. انتم غادي نقرب الطاوه اللي فرشتها بورق الزبده وورق الطهي. صافي نحاول ديك خيزو نديرو هكا في الوسط، نعاود ندير اللوبيا. هانتوما صافي نستمر بحال هكا، كل حاجه ندير لها شويه. الصراحه جاو هما هذوك لا في سميتو داك الحموضه ديال الحامض ولا في الملحه، درت صلصه الخضراء ولا صلصه بردي كما كيسميوها، القزبر والمعكنوس والثومه، واحد شويه الخل، واحد شويه زيت الزيتون والملحه، تخلطوا. نسيت الصراحه ما كوتر اللي دارته على داك الشيء، انا نسيت حباش نشاركو معاكم.
صافي وحطوا هكا في الطبيصلات الصغار على الطبله، ديروا لاصوص، ديروا شي حاجه اللي بغى، المهم يبنن بشي حاجه. انا الصراحه كتعجبني ناكل هكا، كنحس بالمذاق ديالها احسن، كتكون صحيه. انتما كوثر دارت البطبوط، دارت داك الخلطه، داك الحشوه ديال البطبوط في المقله، لقات فيها واحد شويه الزيت وكتصفي داك الزيت كتحطوا ليا هنايا، كتبان شويه هنا في الجنب. صافي انا غادي نستمر بحال هكا، ندير كل حاجه، نحاول ندير كل حاجه باش تبان ملي نجي نعاود نعمر في الطبسيل، باش ندير كل حاجه. المهم كل حاجه عندها الديكور ديالها، عندها المذاق ديالها، وعندها كل شيء. القرعه حتى هي البنات زعما ما تحقروهاش، حتى هي كتجي زوينه ايضا، هي صحيه كما كنعرفوا. صافي نحاولوا نديرو هكا في الجنب، راه كتجي قد قد من احسن غطيوها البنات. انا شنو اللي جاني شويه ماشي ما طابتش، طابت ولكن ملي ما كتكونش مغطيه كتجي بحال ناشفه. اللوبيا هي اللي جاتني شويه وصافي، غطيو هكا وديروا ورق الزبده من الفوق وديروا السلوفان، خليه حتى تحسوا به طاب. صافي حيدو، خليو داك السعيد شويه يتحمر من الفوق، والحوت ديروه بوحدو. المهم انا الصراحه كانت دركتني الوقت، صافي بقات ساعه المغرب، ما عنديش فين نزيد زعما ندير الخضر طيب وحدها نخرجها وندير الحوت وندير، لا درت في خطره وحده. غادي نحاول نستف بحال هكا، مطيشة حتى هي كتجي مشويه كتجي فنه. انا واحد شويه درتو دابا، واحد شويه خليتو تال من بعد حتى كان قريب يطيب. نتوما ولا خليوها ديروا خضره ولا كيما بغيتو حتى من بعد ملي يطيب. جبت انا واحد النص ديال ورق الفرن اولا ورق الطهي، طويتو نحطو بحال هكا في الوسط، حباش البنات فوقاش ما بغيت نحيد داك الحوت نحيدو حباش ما يتفرتت ليا. الا حطيتو على الخضر غادي يطيب دغيا كيتفرتت. هانتوما ما شاء الله دخلتها، خليت هكا كما مغطيه ما والو، ولكن درت تما البياخ ديال الخضر. المهم بقاو معنا نشوفوا النهائيات. هانتوما البنات طاب من واحد الجهه تحمر مزيان، وجبت هنا واحد شويه طوماطيش ولا لاصوص طوماط، هذا لاصوص طوماط درت فيه واحد شويه زيت الزيتون والزعتر، دهنتو هذاك الشيء اللي درت له في الجهه اخرى، دابا ندير لها له في هذه الجهه باش يتحمر، كتجي فيه واحد البنه. المهم زيت الزيتون والزعتر وكل شيء، غادي ندهنوه بحال هكا بحال نغلفوه صافي، ونردو عاود فوق الخضر في الفران. كتسمعوا الدراري حتى كنجي سرعه كتجيهم الضحكه، كتجيهم تك 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 يهضروا غير بشويه كيعصبوا. هانتوما كي جات ما شاء الله. انتما البنات علاش درتو على داك ورق الطبخ؟ باش نردو فوقاش ما بغيت. هانتوما سميتها الخضره بدات كطيب كتشوى ما شاء الله، شتو هنا ما شاء الله صافي وجات طاب. اش غنقول لكم، واحد الطيبه فيه فنه فنه. نتوما الا بغيتو ديروا له زعما تكثروا له الثومه كما كتعرفوا الخضر والحوت كتجي مع الثومه زوينه. ها نتوما اللي قلت لكم حطيت داك الحوت على داك ورق الزبده باش نحيدو ونردو فوقاش ما بغيت. جبت هنا الطبسيل كبير بحال هذا الشكل، الصراحه كنت بغيت ندير الخس ولكن هذا الشيء اللي كتاب، شديت المعقنوس غسلته ونشفته في داك الزيف مزيان مزيان صافي، وفرشتو هكا. كيعجبني الصراحه هاد الديكوري بشي حاجه هكا تكون خضره، وصافي جيبوا شي حاجه عمرو به بحال هكا. انا حاولت ما نخلطش داك الخضر الصراحه، كاين اللي كيخلط ولكن انا ما كتعجبنيش هكاك مخلطه. وهنا في التوصيل حاولت نفرز شي من شي، بطاطا مع داك شي فلور مع اللوبيا مع القرعه مع خيزو، زعما كيبانو كلشي مفروز. نتوما تزوقوا على طريقتكم، شوف ابسط الاشياء مشيت مع نص النهار كيما شفتوا مشيت عند الخضار، جبت شويه نص 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 كيلو من حاجه صافي، ودرت شي حاجه هكا احسن نديرو شي حاجه صحيه احسن من نبقاو داك العجينه داك البغرير والمسمن وداك الشيء كل نهار. داك الشيء راه كيضر في لي ستوما وكيضر في الصحه ايضا. حنا دابا الجسم ديالنا محتاج شي حاجه ديال بحال هكا ديال الخضر وديال شي حاجه اخرى. ان شاء الله مازال غادي نشارك معكم اي حاجه انا كنديرها دائما، ماشي غير
ماشي غير في رمضان وصافي. ديما كنقولوا حنا رمضان بنادم غير كيتشهى مع رمضان ديال الصيام والعباده، ولكن حنا عاود غادي نوعوا شويه شويه هك شويه هك. انتوما زيت كل حاجه درتها في بلاصتها، المهم حاول فرزت كل شيء. الصراحه جا مديكوري زوين بحال شي جرده صافي. وهنا عاد نهز داك الحوته، انتوما غادي نحيد داك الورق ساهله البنات. شتو ما شاء الله كي جا كيشهي. انتوما ما شاء الله الخضر ديالنا اكيد صحي 100% مع زيت الزيتون والعطريه والحوت. انا درت واحد الحوته صغار حتى البنات من بعد ما طبت في الفران صغار، ولكن جات مشويه بخيره مع الخضر. المهم كلشي صحي اكيد، راه كلشي باين. كنصحكم ديروا بحال هكا ولا ديروا الدجاج. مازال ان شاء الله ندير معكم دجاج، ندير ان شاء الله مازال ايام طويله. انتوما كي جات الخضر بدنجال فلفل لوبيا كلشي مشوي كلشي طايب. انتوما بطاطا ما شاء الله، وهذا خيزو شتو حتى هو، وهذا كلشي طايب كلشي ما شاء الله. هذه القرعه، القرعه راه كطيب غير بالفوار، هي ساهله دغيا صافي. كلشي طايب كلشي مشوي كلشي زوين، الا شي ناس شي واحد المسامحه. وهنا صافي يلا حطيت ليهم على الطبله. هنا كنا شربنا الحريره والعصير وكلشي، الصراحه درنا شعل من حاجه. كوتر دارت البطبوط، والمهم الحريره سخناها راه عندي مازال، ودرنا شعل من حاجه ولكن ما كانتش الوقت باش نشاركوا كلشي. انتما هي اللي عجناتو قرصاتو طيباتو ودارت داك الحشوه من داخل، الصراحه جا بنين بنين ما نقول لكم، الشعل بنين. عركتها يا ربي السلامه كيولي الناس غيصحاب ليهم درت شي حاجه، والله القسم ما درت شي حاجه. عركتها صافي، بدا كيضرني راسي خصني ضروري نشرب القهوه، ما تديوش على الاخر. والله الا معك ترط كوزينه البخار والفران والاخر كنحس بعيني ما كنشوفش مزيان. المهم داك الطفسي ندور لكم الكاميرا تشوفوا ولا بلاش؟ قلت لي ياسمين وايا لا 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 لا. المهم الباب ديالي بصحة عشاكم وسحوركم وكل شيء، نتمنى ان شاء الله يكون كل شيء مزيان. كنت بغيت نشارك معكم الخميره بلديه، والله القسم الا عييت حتى الغدا ان شاء الله بالنهار ندير ونديرو في فيديو داك الساعه وندير لكم كل شيء. شوفوا كوتر كي وليت. يلا دير عمر الماء. يلا حبايبي بسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.